understand himself, and know God through his wondrous signs, and glorify him in truth, reverence, and unity. Then, in the streets of Arabia, shone a light that spread in all directions. Mohammed, the apostle, was born and brought up. And now, behold, a dazzling vision of beauty and light overpowered his senses. And he heard the word. Read, or proclaim, or recite. He recited the messages, and they were recorded by pen. This is the book, or the reading, the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما سقر. لا تبقي ودر. لواحة للبشر. عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ويقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير